مطار كشيش، مطار جراح العسكري، صباح يوم الثلاثاء 12/2/2013. تم ولله الحمد تحرير هذا المطار، مطار جراح العسكري. هذه إحدى الطائرات، طائرات الأسد. الله حي الزلم، الله حي أبو عزم. الله أكبر والعزة لله. شهادة بس. الله أكبر. لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. هؤلاء المجاهدون الذين قاموا بتحرير مطار جراح العسكري، مطار كشيش، صباح يوم الثلاثاء 12/2/2013 بمدة قياسية. يوم واحد 24 ساعة يقع مطار عسكري بأيدي المجاهدين بأسلحة بسيطة ومتواضعة، يسقط مطار عسكري. يا الله ما أجملها من صور. ها هو المطار. بدنا السيارة البرة.